مواليد 1987 ودخلت للمؤسسه ديال المعهد المنظمه العلويه المكفوفين بمدينه الدار البيضاء فرع الدار البيضاء سنه 93 ودرست يعني السلك الابتدائي والاعدادي والثانوي في المؤسسه. من بعد انتقلت الى فضاء الجامعه حصلت على الاجازه والماستر ومن بعد التحقت بالمعهد ديال التكوين الاساتذه باسفي وشاءت الاقدار انني نرجع عاوتاني للمعهد ديال المنظمه كاستاذ المره. خصوصيه المتعلم الكفيف كتجسد اولا قبل الحديث على الخصوصيه خصنا نعرفوا بان المتعلم الكفيف لا خيار امامه الا ان يسلك المسار الدراسي لانه لا يستطيع ان يعني يتخذ حرفه لضمان قوته اليومي. يعني لا سبيل له الا الخيار المسار الدراسي وان يذهب فيه الى ابعد الحدود. هذا المساله الاولى. المساله الثانيه هو خصوصيه المتعلم الكفيف في الفضاء ديال المؤسسه ولا في الفصل الدراسي. اول مساله هي الوسائل الديداكتيكيه تختلف عن الوسائل المعهوده حيث ان السبوره غير موجوده لان السبوره تعتمد على يعني الحاسه البصريه وبالتالي الحاسه البصريه غائبه او يعني فيها صعوبه فهي غير موجوده وبالتالي نعتمد على الوسائل الديداكتيكيه ذات البعد السمعي او الحسي اللي كيتلمس مثل المجسمات مثل مكبرات الصوت التي تتوفر على خدمات الشريحه ديال الذاكره. يعني نحاول ان نكيف الوسائل الديداكتيكيه وفق القدرات ديال المتعلم الكفيف. النقطه الثانيه هو ان الزمن المدرسي يقع فيه اختلال نوعا ما حيث ان مثلا اذا خدينا مجسم واردت ان تمرره على التلاميذ 10 او 12 او 20 ياخذ منك وقت في حين ان في الوسائل البصريه راه يعني تضع الورقه امام المتعلمين ويراها جميعا في نفس الوقت. اذا كاين مشكل في الزمن المدرسي وكاين مشكل وكاين خصوصيه ديال الوسائل الديداكتيكيه. نحن دابا نحن في 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 وضع مفصلي في يعني في التراسيل المفصليه لان قبل لان الوزاره الان ستعتمد التربيه الدامجه بمعنى سيراعى فيها الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. قبل كانوا ما نقولوش غائبين وانما نقولوا يعني ما كانش واحد الحضور يعني كبير وانما هنا يعني الدور الاساسي هو على عاتق المدرس لان المدرس يحاول ان يكيف المحتويات الموجودة في الكتب الدراسية على خصوصية المتعلمين وبالتالي تبقى المسألة عند المدرس هو الذي يستطيع أن يكيف هذه العملية لكي يحدث استيعاب والفهم لدى المتعلمين. هو بالنسبة أنا أقول بأن المتعلم الكفيف كما نقول إحنا أهل مكة أدرى بشعابها. فالمتعلم الكفيف إذا ما درس في وسط المكفوفين واحد مدة طويلة وعاد بعد ذلك كأستاذ يسهل عليه الامر لانه يعرف خبايا الامور وبالتالي هو يستطيع ان الكفيف تكون لديه دقه في الوصف يعني يستطيع ان يستعمل المجسمات بشكل جيد لان المتعلمين يجب ان نضع مساله في عين الاعتبار ان المتعلم خاصه المتعلمين الصغار في الابتدائي عندما تقول انت صومعه مسجد هو لم يرى قبله ليتخيلها. اذا التمثلات ديال الصومعه راه قد يتمثلها بشكل هو ما عمره ما شافها فبالتالي يقدر يتمثل باي حاجه. عندما تقول اسد وهو الاسد لم يراه اذا كاين مسائل يجب ان تقدم له مجسمات لكي تصل له الفكره وبالتالي احنا يعني نحاول ان نملا فراغ الوسائل الديداكتيه البصريه بالوسائل الديداكتيه ذات اللي كتعتمد على اللمس او السمع او هذا وبالتالي التكييف ما كيكون صعيب غير هو كي يتطلب نوعا من التجربه وهذا هو اللي كاين. واحد المساله باش نكونوا متفقين على ان العمليه التعليميه التعلميه عندها قواعد. القواعد ديالها من بين القواعد ديالها ما محصوراش بمعنى انا كمدرس يمكن ان اتعامل مع قسم بطريقه لا تصلح لقسم اخر. وبالتالي المدرس عنده واحد القدره ان خصها تكون عنده قدره انه يتكيف حسب الوضعيه ديال المتعلمين وبالتالي الى دار يعني الطريقه السليمه مع الخصوصيه ديال التلاميذ معينه تكون يعني تكون ملائمه راه غتكون ناجحه بطبيعه الحال. كلما مر الزمن نجد هناك اشياء تبشر بالخير وهذا لا يعني بان الصعوبات لم تعد هناك صعوبات لا زالت صعوبات ولكن عندما ترى التقدم ولو يكون بطيئا فانت تتفائل خيرا.
انا الحمد لله تجربتي في سي بي ار كانت تجربه عاديه، وخاصه وان الوسائل التي يستعملها يعني المتعلم يعني لم تبقى محدوده، لانه كتعرف بانه الوسائل اللي كيستعملها هو البرايه، طريقه برايه يكتب بطريقه برايه يقرا بطريقه. اليوم عندما دخلت وسائل الاتصال الحديثه اعطت متنفسا كبيرا للمتعلم، حيث انه اصبح له القدره ان يسجل الدروس، ان يدونها في الحاسوب بخدمه وورد، ان يقراها من خلال البرنامج الناطق الخاص بالحاسوب او بالهاتف. يعني هذه المسائل سهلت بشكل كبير العمليه ديال العمليه التعلميه عند المكفوف. بطبيعه الحال هذه الفتره ديال الجائحه واللي كنطلبوا كنرفعوا الايادي لله تعالى بانها يعني الله تعالى يرفع عنا الوباء، الوزاره ديال التربيه والتعليم انها وقفت الدراسه الحضوريه ولكن خلات الدراسه يعني بوسائل مثل اللي سلف ذكرها بالنسبه للوزاره. بالنسبه حنا المتعلم الكفيف خدينا واحد التحدي، وانه غنحاولوا على اننا نخدموا مع المتعلمين عبر تطبيقات اللي هي معروفه، وبالتالي هذه التجربه عرفت صعوبات على غرار الصعوبات التي عرفها المتعلمين الاخرون، مثل يعني التغطيه احيانا لا توجد في بعض المناطق، احيانا الهاتف لا التلميذ المتعلم لا يتوفر على الهاتف بحكم ان يكون يعني من وسط يعني يكون من وسط يعني فقير، واحيانا كيكون عنده الهاتف والتعبئه كيكون فيها مشكل كما سالف الذكر بالنسبه للمتدخلين اللي كانوا قبل. ولكن رغم ذلك فين كان الفارق؟ فين كان الفارق عند اولياء الامور؟ لان الحمد لله انا في السنوات الاخيره اللي رجعت للمنظمه كاستاذ لقيت على ان اولياء الامور ولاو عندهم واحد الدور كبير في التعلم ديال الوليدات ديالهم. حنا كنعرفوا بان التعليم اصلا راه منباني على الاستاذ وعلى اولياء الامور. فاولياء الامور لعبوا دور كبير وبدلوا يعني بدلوا الغالي والنفيس من اجل ان يحصل ابنائهم على تعليم جيد، وبالتالي سهلوا عندنا مجموعه من الامور. كانوا كيجلسوا مع الوليدات ديالهم اثناء التعلم وكيسجلوا لهم وهذا، فسهلوا لنا بزاف والحمد لله. ما نقولش تجربه كل شيء يعني هذه العمليه ديال التعلم عن بعد غطات المتعلمين كاملين، ولكن كانت واحد التغطيه ديال 80 حتى 70% الحمد لله.